ازاي غير شباب حياه كريمه وش مصر اللي زي القمر فخلوه اكثر جمالا بالعمل التطوعي؟ ازاي بقى نفهم؟ ورده الهلاوي منسق ميداني لمؤسسه حياه كريمه بالدقهليه، اهلا اهلا بيكي. اهلا بحضرتك يا استاذ يوسف، مساء الخير على حضرتك إزاي وعلى جميع المشاهدين. ازاي الحال؟ كله تمام؟ كله كويس الحمد لله يا رب على طول. انا دايما اقول ان مصر دي اصل وشها زي القمر، بس ايه بقى محتاج يبقى جماله يظهر بزياده. عملتوا ايه؟ الحقيقه البدايه خالص كانت في المؤتمر الوطني السابع للشباب، وكانت عباره برضو عن شباب متطوعين بينظموا المؤتمرات زي ما حضرتك تشرفت، مؤتمرات الوطنيه ومنتدى شباب العالم. في 2019 عرضوا على سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي فكره انشاء او فكره حياه كريمه بوجه عام، والسيد الرئيس رحب بالفكره جدا وتبناها، وكانت اول مبادره نزلناها هي رد الجميل واحد. ونزلنا في 2019 في السيول اللي حصلت في الصعيد، نزلنا بمساعدات غذائيه، ومن بعدها بقى وصل رد الجميل اثنين وثلاثه، وبعدين ارتقت بقى من فكره لمبادره لمؤسسه كامله في كل المحافظات، مؤسسه بتخدم محافظات الجمهوريه ككل، لمبادره حياه كريمه اللي بتخدم المحافظات اللي بتهدف للرقي بالريف. وفرنا خدمات كامله متكامله على محاور عده، اشتغلنا على سكن كريم، رفع كفاءه منازل، بناء اسقف، بناء مجتمعات سكنيه للقرى الاكثر احتياجا، وصلات ميه، صرف صحي، اشتغلنا على بنيه تحتيه، مشروعات تفعيل، يعني تفعيل دور المشروعات في القرى الاكثر احتياجا، خدمات طبيه شملت بقى مستشفيات، بناء وحدات صحيه، قوافل طبيه، لحد الخدمات التعليميه زي بناء المدارس. واكيد حضراتكم تابعتوا جميعا يعني تشريف سياده الرئيس لمحافظه الدقهليه ومدارس الحصص، سواء الحصص الابتدائيه او الحصص الاعداديه، انتهاء بقى للدور المهم جدا جدا هو وهو الاهم اللي هو بناء وتاهيل الانسان المصري، توفير بقى السلع الغذائيه، زواج الفتيات الغير قادرات. يعني شملت مبادرات عديده جدا جدا اشتغلنا عليها، مبادره التصالح حياه، انت الحياه، ابدا مع حياه كريمه، التعليم حياه، شبابنا اللي غير قادرين على الزواج، كان عندنا كمان اولادنا الغير قادرين على دفع مصروفات المدرسيه، ساعدناهم في دفع المصروفات. مظبوط يا فندم. فيعني الحمد لله احنا يعني نشعر ان احنا غيرنا خريطه التطوع في مصر، لان احنا شملنا كل المحافظات في كل ارجاء الجمهوريه شامله. يعني نقدر نقول كده انه حياه كريمه هي المبادره الاولى اللي فيها المواطن فعلا بيساهم وبيصنع ويضع خطه واستراتيجيه التطوير في بلده، لان شملت كل انحاء الجمهوريه، متطوعين من كل انحاء الجمهوريه بيشاركوا بينزلوا في كل المبادرات. فيعني ان شاء الله نكون قدرنا فعلا نغير وجه مصر بالعمل التطوعي باذن الله. طب انا عندي سؤال، يعني الرئيس دائما يتحدث عن مساله الاستمراريه والاستدامه، بعد ما كل المشروع بتاع حياه كريمه في الريف المصري ينتهي باذن الله على كل خير، كده خلاص مفيش متطوعين في حياه كريمه؟ ولا انتم مكملين معانا علشان نحافظ على مشروعات حياه كريمه اللي هتتبني في كل الريف المصري؟ هو البدايه هدفها من مشاركه المتطوعين من كل ربوع مصر ان احنا نوسع المساحه فيها التطوع، فطالما مساحه التطوع دي واسعه كفايه فاذا في العديد من الاراء، اشراك عديد من الاراء والاشخاص في التخطيط عشان نحقق الاهداف دي. احنا عندنا اهداف بنحققها للمستقبل وللحاضر، فطالما عندنا يعني قاعده عريضه من المتطوعين في كافه ربوع الجمهوريه، في كافه انحاء الجمهوريه، اذا احنا قادرين ان شاء الله على الاستمراريه والاستدامه وتحقيق الاستدامه اللي بنهدفها دايما. يعني حتى بعد انتهاء المشروعات اكيد هيفضل في عمل تطوعي بصوره مميزه دايما باذن الله. اشكرك جدا 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 يا ورده الهلاوي، منسق ميداني لمؤسسه حياه كريمه بالدقهليه.